من ناحيته أكد سعادة السيد يوسف الغتم عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمجلس خلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أكد على أن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى أسهم في ترسيخ مفهوم الديمقراطية وتطبيقاتها الحديثة بمملكة البحرين. أشيد بالمشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة آهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والذي رسخ الممارسة الديمقراطية ومكن البحرين من اتباع النهج الديمقراطي الشامل لجلالة الملك المفدى حفظه الله، كما رسخ مفهوم الديمقراطية وتطبيقاتها الحديثة بالنظام السياسي لمملكة البحرين من خلال إقرار ميثاق العمل الوطني عام 2001 بموافقة 98.4% من المواطنين في إجماع شعبي ألا نظيره، مما أسس قواعد متينة لتفعيل وتكريس المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار، الأمر الذي أتاح للسلطة التشريعية بغرفتيها مجلس الشورى والنواب ممارسة دورها التشريعي الرقابي بالشكل المطلوب.